عايزه اعرف من حضرتك رؤيتك للتجربه المصريه في التعامل مع هذا الملف تحديدا. خلينا نقول فعلا زي ما حضرتك قلتي، كان يمكن الحكومات السابقه متعاقبه على مدار عقود اتعاملت على الملف على اساس انه فعلا زي ما حضرتك امر واقع او وصل لمرحله ده قنبله موقوته، اللي مد ايده عليها هتنفجر فيه مش هيقدر يلم اثرها من تدخله فيها. لكن كان لازم يبقى في قرار جريء بتدخل علشان نقدر نحل مشاكل سينا. احنا طبعا بنقول ايه، ان العشوائيات دي بدات تظهر في مصر على مدار 50 سنه تراكمت فوق بعضها. هنستنى تاني 50 سنه تانيين هيتحول الموضوع لكارثه لا تحتمل وما نقدرش نحلها خالص، او تقدر اي حكومه بعد كده متعاقبه تيجي تقول هنقدر نحل المشكله اللي خلاص تفاقمت جدا. اذا خلاص ممكن كان فعلا لو كنا وصلنا مرحله خلاص تسيبوها للي بعدنا، لا كان ممكن ملهاش حلول ثانيه خالص، ونقدر نعذر كمان الناس اللي بعدنا لو ما حلوهاش لانها خلاص هتبقى كبيره. لانه في اجيال كمان، يعني في اجيال بتتولد في هذه المناطق، فكان هيبقى اصعب، يعني كل ما عدى وقت بالفعل زي ما حضرتك بتقول كانت هتبقى اصعب.